موضوع الذبح، بعض الناس اللي ربنا يهديهم ويصلح حالهم بيقول لك ده يوم الأضحى عند المسلمين ده يوم مقتلة، ده يوم إهلاك للحيوان خالص. في عندنا حاجة في الإسلام اسمها الزكاة الشرعية، في عندنا زكاة بالذال وزكاة بالزاي. الزكاة اللي هي بالذيل اللي هي زكاة الإيه؟ المال. المال. إنما الزكاة بالذال اللي هي الذبح. دي ما اعرفهاش، الذكاه اللي بالذات اه اسمها الزكاة الشرعية اللي هو الذبح الشرعي. لما نيجي نقول الذبح دايما نحط معاه كلمة ايه؟ الشرع. الشرعي. ليه بقى؟ لأن لو احنا تعاملنا مع الحيوان أثناء الذبح زي سيدنا النبي ما قال، الحيوان ده مش هيحس بألم ولا في أي حاجة زي ما قلنا دي خالص. رقم واحد، سيدنا النبي نهى أن يذبح حيوان أمام أخيه، حيوان آخر. وسيدنا النبي طبطب على الحيوان وحذرنا وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة اللي هو بيصطاد طير أو بيصطاد حاجة يأكلها، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يسن سكينته كويس، وليرح ذبيحته صلى الله عليه وسلم. عليك. الجماعة اللي بيقولوا الرأفة بالحيوان على عيني وراسي، تعال اتعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن وسورة دعاء في سورة النمل فهمنا آية عظيمة، فهمنا منها أن الذبح الشرعي على ملة الإسلام ما فيهوش عذاب. أقول لك الآية. وتفقد الطير سيدنا سليمان فقال ما لي لا أرى الإيه؟ الهدهد أم كان من الغائبين؟ ها هعمل فيه ايه؟ هتعاقبه ازاي يا سليمان؟ لأعذبنه عذابا شديدا. اتنين، او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. اه يعني العذاب حاجة والذبح حاجة. والذبح صح، هو ده الفهم القرآني بقى. لأعذبنه عذابا ايه؟ شديدا. قال لك بقى هينتف ريشه، هيوقفه في الشمس، هيعلق ايا كان بقى، او لأذبحنه. يبقى الذبح ليس بايه؟ ها؟ ليس عذاب. واحد يقول لك لا ده عذاب، ده لما بنيجي نذبح طبعا في ناس بيصعقوه بالكهرباء غير المسلمين، لان احنا عندنا حاجه اسمها لازم اراقه الدم، لازم الدم يخرج. صح، دي من شروط الذبح ان الدم يخرج مسفوح كده كتير. لما تيجي تذبح حيوان او فرخه ان ما رفصتش اتحركت وما خرجتش دم يقول لك ما ينفعش تاكلها في الشرع، لازم الدم يخرج. طب ايه موضوع خروج الدم من الذبح الشرعي؟ هو قال لك أو الذكاة الشرعية، قال لك هو قطع الحلقوم والودجين. إيه الحلقوم يا فندم؟ اللي هو بيدخل من الأكل والطعام ده، والودجين اللي هم عبارة عن إيه؟ عرقين هنا كده يمين وشمال بيطلعوا من الأكسجين والمية إلى المخ. طيب إيه الإسلام قال إيه؟ قال اقطع الحلقوم والودجين وأوعى تقطع الحبل الشوكي ورا. يعني من السنة إن أنا ما أفصلش الرقبة كلها، لا اسيبها متعلقه على الحبل الشوكي ورا. ليه؟ يا سلام، شوف الناس اللي الدين بقى وعظمه هذا الدين العظيم. قال لك لما نقطع الحبل الشوكي والودجين دول البتاع ده الحلقوم والودجين، يقوم ما يبقاش فيه اكسجين طالع للمخ، فالمخ يعطي اشاره للاعضاء تحت وللكبد وللقلب، يا جماعه الجماعه اللي فوق محتاجين ده، محتاجين اكسجين، ضخ لنا دم، محتاجين دم. فياخد الاشاره من الحبل الشوكي فيجي يضخ دم من الودجين هنا يا فندم، فالدم يعتقد الجسم بالمخ مع الحبل الشوكي ان طالع لفوق، لا الدم يطلع لايه؟ ها يخرج لبره، فتتصفى الحيوان او البهيمه تصفيه من الدم الفاسد 100%. فالبهيمه لما ترفص كده باللغه المصريه او تتحرك ده مش بتتالم، ده دي اشاره واخداها من المخ عن طريق الحبل الشوكي، محتاجين دم فوق، فبتعمل ايه يا فندم؟ فبتعمل دفع للدم كده عشان تطلع اكبر كميه من الدم. طب هل هو الدم هو الغاية يعني ولا الدم ده عشان مضر عشان فيه ضرر؟ لا لا مش بتكلم بقى عن النقطة دي، أنا بتكلم يقول لك إيه، أنت اشتريت بيت لازم دم، يعني فكرة الدم دي نفسها هي دي غاية يعني ولا غاية؟ ده إيه يعني؟ لا. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم. لأن يا فندم الحيوان ده أصلا جاي عشان يؤكل. احنا هنربيه نعمل بيه ايه؟ يعني هنعجزه؟ ما هيموت. ما انا مش عارف، هيموت وهينفق هيبقى. وبعدين اللي قال هذا حلال وهذا حرام هو الله سبحانه وتعالى. ما نشغلش عقولنا معه
افعل ولا تفعل ومع هذا حلال وهذا حرام.